يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام الخادمات من الخارج بلا محرم؟ وإذا كانت كافرة فما حكم استخدامها؟ كافرة لا يجوز استخدام الكافرة ولا الكافر، لا يجوز استخدام الكفار في بلاد المسلمين، لا سيما وأن تجعلهم في بيتك ومع أولادك، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. اللهم إلا استخدام الكفار لأعمال تريدها الدولة ولا يحسنها إلا هم، مستشارين ولا مهندسين، فهذا يمكن. أما استخدام الأفراد لهم وفي بيوتهم هذا لا يجوز، هذا من ناحية استخدام الكفار. أما استخدام الخادمة بدون محرم، كل امرأة لا يجوز سفرها بدون محرم، خادمة أو غير خادمة. نعم.